محمود! محمود! الياس! شو عم تعمل؟ شو عم أعمل يعني؟ إذا محمود مات كيف بده يرد عليك؟ وإذا عايش ليش لا يرد عليك؟ شلون بده يكون عايش؟ قوصه براسه. ها وأنا عم أسأل عن هالشي، ليش قوصه؟ ليش؟ يعني لو كنت أنت مكانه كنت رح تقوصه. لا عن جد، أنا أصلاً كنت بدي أوصه. لك أنتو كيف بتعملوها فيني؟ أنا يلي كنت بدي أوصه. يا الياس عم تحكي وكأنه نحن اللي عملنا هالشي. ليك صوص، لو ما قوصه كنت أنا اللي رح أوصه. ما سمعت شلون حكى على إسراء ونازلي بكل وطاوة؟ وكان جاي الدور لنسوان العيلة. صهر خليه يقول شو ما بده. شو هذا هيك أوصى رصاصة واحدة ويرميه من السيارة؟ ها؟ رصاصة بس رصاصة؟ ولك رصاصة واحدة ما بتكفي لهذا عديم الشرف بنوب؟ لك عم قلك قوصه براسه. يا صهري لا تخليني جن جناني. يلا بسرعة دوره. محمود! يا أخي والله أنتوا قصتكم قصة يعني طمخكم على الآخر. بس فهموني شو عم نعمل هون بهذا البرد؟ تلجنا. إيه أكيد هذا الندل محمود رح يجمد ويموت من البرد إذا ما كان مات. بعدين كرمال الله شو بدك تعمل فيه؟ فهمني. متأكدين إنه رماه هون؟ أنا ما عاد فهمان شي، بردت، حاسس عروقي جمدت. جمدت. نحن رح نبقى هون للصبح، الشرطة لازم ما تلاقي، رح يطلع الضو ومندور عليه على ضو. عم تحكي صح الياس، لو كانت الشرطة ملاقيته كنا عرفنا بهالشي. أصبح أنا تركوني إشعل نار لأنه جمدت، منه مندفي حالنا ومنه بيصير في ضو. محمود! محمود! يا روحي دخيل هلوش ما أحلى. نازلي شو هالولد الحلو؟ لأنه أكيد بيشبه أمه. يا حبيبي الماما أنت هلأ أغلى شي بحياتي. إيه أخي، ما توقعت تجي هاي الأيام ونشوفه. لأنه الأيام الحلوة بتكون قليلة. إن شاء الله بعد اليوم بيكونوا أكتر. رح يكونوا عوش يونس. هني هون. كيفك عدنان؟ الحمد لله أنا منيح. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي، أنا قلب أصلا. ياران يسلموا إيديك. ابن أخي جاي يشوف ابن عمه. مبارك ما أجاك. ألف مبروك نازلي. شكراً كتير لإلك. لا تواخذني ما بقدر قوم. لا معلش خدي راحتك. شوف ابن عمك. شوف مين بيشبه. لا ما بقدر أحمله صغير كتير. لا تخاف أحمله. طالع لألي لأبن عمه. عن جد ولاك؟ بس إن شاء الله ما يشبهك بطبعك. والمهم ما بيشبهك لإلك. أنا رضيانة بعمه التاني. طبعا لأنه لسه ما بتعرفي لعمه هداك، من السهل تقولي هيك. لك صحيح وينه الياس؟ هو بالغابة. دب راكد على العسل والكل وراه، كلياتهم مرضانين. لسه ما مرضوا؟
إذا ضلوا هنيك رح يمرضوا. مو ملاقيين اللي عم يدوروا عليه؟ بعتقد لسه ما لقوا. مستحيل، كيف بيصير هذا الشيء؟ خضر، لسه ما قدنت له لابنك بإذنه، مو هيك؟ بكفي حكي عن الشغل. تفضلي. على ما تعال. تعال يا روحي تعال. عن جد رح تسموه يونس؟ كنت رح سميه باسم أبوك، بس وقت ما أمي سحبت سلاحها ورفعته ما صفي شي نعمله. خليني روح لقيلي شي إمام مشان يقول اسمه بإذنه مع الأذان كمان. بتشكرك كتير لأنك إجيت. نصيبنا نتعرف بهاليوم، ومبسوط أني إجيت وشفت ابن عمي. طيب مر عليكم بعدين. أهلا وسهلا فيك، لا تقطعنا. إيه؟ بخاطركم. هذا هو أصلان الوحش؟ شاب محترم كتير والله. إن شاء الله ابني يطلع بيشبهه لقلب أصلان. شو يعني ما لقيته لمحمود؟ شو يعني وهبي؟ رئيس عم يدوروا بكل مكان. بيكون بشي مكان بهالعتمة وما عم يشوفوه. عم قلكن أوصته بنص راسه. رئيس انت ليش أوصته براسه؟ ولك وين بدك يعني أوصو لك؟ علقت هلأ بإيد عمي الياس. ليش ضلت شي حدا ما علقت بإيده؟ أساساً حاطط بجيبتي علقة تسحبني. قال علقت بإيد عمي الياس وعلقت بإيد مريم كمان، ولك حتى أني علقت بإيدين كل أولادي كمان، فهم؟